السادات والسادة، تحية لحضرتكم. فترة إخبارية جديدة، أهلا بكم. قطعت كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بالإضافة إلى اليمن علاقتها الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وأرجعت ذلك إلى دعمها وإيوائها للجماعات الإرهابية. وأعز بيان الخارجية المصرية قرار قطع العلاقات إلى إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثناء عن دعم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي وإيواء قيادات الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر. بالتزامن، اعتبرت المملكة العربية السعودية أن السلطات في الدوحة أقدمت على انتهاكات جسيمة سرا وعلنا طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدولة واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، ومنها جماعة الإخوان الإرهابية وداعش والقاعدة. وأعلنت الإمارات العربية المتحدة قرارا مماثلا، وذلك بسبب دعم الدوحة لتنظيمات إرهابية ومتطرفة. واتخذت مملكة البحرين قرارات بمنع مواطنيها من السفر إلى قطر أو الإقامة فيها، وكذلك عدم السماح للمواطنين القطريين بالدخول إلى أراضيها. كما منحت المقيمين والزائرين القطريين مهلة 14 يوما لمغادرة أراضيها. كما أعلنت اليمن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاملها مع ميليشيات المتمردين في اليمن، مما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للشرعية باليمن. أعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقود المملكة العربية السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن إنهاء مشاركة قطر في هذا التحالف بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب. وأوضحت قيادة التحالف الذي أطلقته السعودية في مارس من عام 2015 أنها اتخذت هذا القرار بسبب ممارسات قطر التي تعزز الإرهاب ودعمها تنظيمات في اليمن ومنها القاعدة وداعش وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية في اليمن. من جانبها، أيدت الحكومة اليمنية القرارات متهمة الدوحة بدعم الجماعات المتطرفة في البلاد. من جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الدول الخليجية إلى الحفاظ على وحدتها والعمل على تسوية الخلافات بينها، وأضاف أنه من المهم لدول مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على وحدتها، وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد للقيام بأي دور لمساعدتهم على تحقيق ذلك. تراجعت البورصة القطرية بأكثر من 8% في بداية تداولات اليوم بما يشبه السقوط الحر، وذلك بعد قرار قطع العلاقات معها من قبل مصر والسعودية والبحرين والإمارات واليمن بسبب دعمها وإيوائها للجماعات الإرهابية. كما تراجعت بورصة دبي بنسبة 41%، وانخفضت بورصة السعودية بنسبة 19%. للمزيد من التحليل، مشاهدينا، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. دكتور، تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ المشاهدين. أشكرك جدا دكتور. بالتأكيد، يعني الكثير من التحليل السياسي في انتظار ردود الفعل القطرية فيما يتعلق بالقرار العربي، ما ترى أنت؟ بالتأكيد الأمر هياخد رد فعل، لأن هناك إصرار ما كان من مهلة 12 يوما من قبل بعض البلدان العربية الخليجية لقطر للعدول عن التصريحات المثيرة التي ذكرها أمير قطر في منذ أسبوعين تقريبا، نفذت المهمة، ومن ثم يعني ده يعطي نوع من الإصرار والمكابرة، وده كان واضح ان ده هيستمر، لان مثل هذه التصريحات لم تكن من فراغ، هي تصريحات اتت نتيجة او للتعبير عن سياسة كانت متبعة منذ عدة اشهر، بل ان البعض ينحوها
إلى ما هو قبل ذلك منذ عام 1995 بعد سقوط حاكم البلاد الشيخ خليفة. فأتصور أن هيكون هناك ردود أفعال أيضا فيها نوع من العنترية، فيها نوع من الإصرار، فيها نوع من المقابرة، استمرار الارتماء في أحضان إيران، إيواء المزيد من الإخوان. لا أتصور في هذه المرحلة هيكون هناك نوع من طرد العمالة المصرية. قطر بتحاول دائما ما تلعب على الوقيعة ما بين الشعب مصر ونظام حكمه، فإن أثارت هذه النقطة فهي بتشجع أو إنها تقول إن الشعب والنظام هم في مركب واحد وليس في مركبين كما كانت تدعي. بالتأكيد أيضا هتستمر في أمور متعلقة بدعم الحوثي، بدعم المزيد من القيام بمزيد من الأعمال اللي بتشجع أو بتدعم الإرهابيين، جماعة داعش وغيرها والقاعدة، النعرات الطائفية القبلية ما بينها وبين السعودية هتزيد، دعم الشيعة في البحرين. هيكون هناك نوع من فترة كده حتى ما تؤثر العقوبات، لأن هناك عقوبات ملحقة بمثل هذه القرارات، وكان أولها اليوم ظهر اللي هي مسألة المتصلة بحركة الطيران، حتى تأتي هذه العقوبات بنتائجها وتساهم في عدول قادة النظام القطري عن مسلكهم وعن سياستهم العرناء. دكتور، بالتأكيد يعني في الفترة الأخيرة وتحديدا منذ القمة العربية الإسلامية الأمريكية يعني والبيانات التي صدرت من قطر وتسخير الآلة الإعلامية القطرية لمحاولة شق الصف العربي، كل هذه المحاولات كان بالتوازي معها بعض الأدوار العربية لمحاولة إثناء قطر عن هذا الدور تجنبا لمثل هذا القرار العربي، ولكن لم تنجح هذه الوساطة العربية الكويتية تحديدا. يعني في تقديرك يعني هل يمكن بعد هذه القرارات أن يكون هناك تغير في السلوك القطري خلال المرحلة القادمة نظرا لأهمية وخطورة القرار العربي؟ أنا أتصور زي ما سبق وأن ذكرت لك أن بعد فترة من الفترات قد تمتد إلى عدة أشهر سوف يكون هناك نوع من الاستجابة أو نوع من الوعي الحكام قطر لنتيجة الضغوط من حولهم، نتيجة عن قراراتهم وعن مسلكهم. لكن ليس هذا المهم، المهم هل هذا العدول سوف يتبع سيأخذ سياسات على الأرض أم سوف يستمر في الشعارات واللعب بالألفاظ. التأكيد هناك حزمة من المطالب سوف يتم إعدادها إذا ما تمت الوصول أو الولوج إلى هذا المنحة، الوساطة من الكويت، الوساطة من ربما من عمان في الفترة في مرحلة من المراحل سوف يصاحبها أجندة من المطالب أو حزمة من المطالب بالتأكيد لتثبت قطر فيها أنها دولة عربية، دولة جارة تحترم قرارات أو تحترم التزاماتها التي تم التوقيع عليها مع أشقاء الخليجيين والعرب والمسلمين وحتى مع في الأمم المتحدة فيما يتصل بدعم الإرهاب هنا وهناك وما إلى غير ذلك. فدعنا ننتظر وأتصور أن هيكون هناك نوع من التغيرات في الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة. أشكرك جدا دكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس المركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام السيد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. سيد اللواء تحياتي، أهلا وسهلا. سيد اللواء تحياتي، أهلا وسهلا. السيد اللواء كمال عامر، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ستلوى، بالتأكيد تابعت القرارات العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر. يعني ما تراه من تحليل وتفسير سواء للبيانات التي صدرت من مصر أو المملكة العربية السعودية بعد هذا القرار؟ شوفي أخي الفاضل، هو بالتأكيد قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر يعني هو
إجراء طبيعي بيأتي في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسند معادي لمصر، مش الآن ولكن من مدة طويلة. وفشل كل المحاولات لإثناء هذا النظام عن دعم التنظيمات الإرهابية، وطبعا كما تعلم سيادتك على رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وكمان إيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر. الحقيقة مصر يعني صبرت كثيرا على قطر، والآن يمكن قطر بتواجه يعني يمكن قطع العلاقات مش بس من الدول الخليج العربي، ده زادت كمان الآن بقت مش 5 دول بقت 8 دول بعد ما انضمت إليهم افتكر ليبيا وعمان والكويت. يعني معنى كده ان هناك يعني تحالف كبير كله بيجمع ان مسلك حكام قطر وسياسة قطر هو مسلك ضد الامه العربيه وضد الامن القومي العربي وضد امن مصر القومي، وعشان كده هم يعني يمكن استغنوا عنها من تواجدها في التحالف دعم الشرعيه في اليمن. ودي صدر في بيان يمكن اصدرته وكاله الانباء السعوديه انها قررت انهاء مشاركه دوله قطر في التحالف. والحقيقه ان كمان ان يعني كل الدول اللي هي اعلنت هذا الموقف كان استنادا على اصرار دوله قطر على المضي في زعزعه الامن والاستقرار في كل الدول المحيطة، سواء في السعودية أو الإمارات أو مملكة البحرين أو التدخل في شؤونها ولا في التصعيد والتحريض الإعلامي ودعم الأنشطة الإرهابية والمسلحة وتمويل الجماعات المرتبطة بإيران عشان تقوم بالتخريب ونشر فوضى في كل البلدان حتى الخليج العربي اللي هي جزء منه. وعشان كده أنا بتصور إن هي الحقيقة وصلت إلى مسلك يعني أدى إلى النتيجة اللي احنا أمامها الآن، وعليها أن تتحمل هذه النتائج. ستلو بالتأكيد لعلك تتفق معي أن مصر من أكثر الدول التي اكتوت بالنار القطرية، سواء في دعم التنظيمات الإرهابية أو الجماعات المتطرفة التي حاولت مرارا ولسنوات زعزعة الاستقرار المصري. ولكن في الفترة الأخيرة اقتنعت الدول الخليجية تحديدا بوجهة النظر المصرية، واقتنعت بالأدلة الدامغة على الدور المشبوه لدولة قطر في دعم الكثير من التنظيمات الإرهابية التي أصبحت تطال كل الدول العربية وليس مصر فقط. ومن هنا جاء القرار العربي بمباركة دولية. يعني الدور الدبلوماسي المصري في إقناع الكثيرين بوجهة النظر المصرية فيما يتعلق بدور قطر كيف ترى؟ شوف يا أخي الفاضل، هي مصر كما هي مصر دائما منذ عمق التاريخ. مصر سياستها سياسة واضحة مباشرة شريفة، ويمكن الرئيس أعلن قريبا وهو في آخر خطاب له لما قال أن مصر على سياستها شريفة واضحة يمكن على أحد. تمام. نعم، وهي واضحة وهي قاطعة وهي تعتبر أن الفيصل في ذلك هو الأمن القومي المصري، المساس بالأمن القومي المصري والأمن القومي العربي أو المرتبط ارتباط وثيق بالأمن القومي العربي والعكس. وبالتالي ما قامت به مصر هو واجبها تجاه الأمن القومي المصري والعربي، وما قامت به أيضا دول الخليج هو واجبها في مواجهة الحفاظ على الأمن القومي الخليجي والعربي. وده كله بيوضح قد إيه الأخطاء الجسيمة اللي بيقع فيها النظام القطري. وإحنا متوقعين إن هو ممكن يعني قدامه حلول، إما يتراجع عن هذه السياسة وتتولى حكومة أخرى أكثر اعتدالا أو فهما للأمن القومي العربي والمصري، أو أنهم سوف يتمادون، وفي هذه الحالة فليتحملوا تبعات ذلك. وعموما أن مصر لديها قضاياها الداخلية الكثيرة جدا والخارجية الكثيرة جدا، وهي اتخذت الخطوة التي رأتها صحيحة وسليمة، وتفخر مصر بأنها دبلوماسيتها أيضا دبلوماسية تخدم سياستها، وهي الدبلوماسية الواضحة المباشرة الشريفة أيضا.
أشكرك جدا السيد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، شكرا جزيلا. أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة محمد الدايري قطع العلاقات مع دولة قطر، وذلك عقب قرار المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. وقال الدايري إن بلاده قررت قطع علاقتها مع دولة قطر التي تواصل منذ عام 2012 الاعتداء على كرامة ومقدرات الشعب الليبي من خلال دعمها لجماعات إرهابية ومتطرفة، وأضاف أن قطر لم تتعرض بالانتهاكات العديدة والجسيمة للأمن القومي الليبي فقط، ولكنها تهدد الأمن القومي العربي كله، موضحا أن الدوحة قدمت دعما سواء بالسلاح أو الأموال لجماعة الإخوان في ليبيا وما تسمى بالجماعة الإسلامية المقاتلة. طيب، للمزيد من المتابعة بينضم إلينا الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ محمود تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني ما تراه فيما يتعلق بالقرار الليبي مؤخرا والقرار العربي بشكل عام؟ حقيقة هذه القرارات تأخرت كثيرا، وكان هناك رغبة ونية لدى القادة العرب بأن تعود هذه القطر إلى وعيها وصوابها، إلا أنها للأسف الشديد لم تلتزم بأي مواثيق، سواء مواثيق التعاون الخليجي أو مواثيق الجماعة العربية أو غيرها، واستمرت في عنادها وغيها وإضرارها بالأمن القومي والتدخل في الشؤون الداخلية للدول التي قامت بقطع تلك العلاقات. ناهيك عن ذلك، يعني انظر إلى البيان القطري الرسمي الذي رد على مسألة قطع العلاقات. قمة السلف والتسلط، ويعني لا أقول فقدان الوعي، هذا البيان حقيقة أنا كنت أتوقع أن يكون البيان أفضل من ذلك. طيب، يعني ملامح هذا البيان، يعني سيادتك دينا معلومات عن ملامح هذا البيان الذي صدر عن الخارجية القطرية للتو. حقيقة قطر أعربت عن أسفها لقرار السعودية والإمارات والبحرين فقط لقطع العلاقات، واتهمتهما بالانسياق خلف مصر، وأنهم لم يجدوا في الشارع العربي ما يؤيدهم على حسب زعم البيان، لذلك لجأوا إلى الإضرار بالدولة لأنهم فقدوا أي وسيلة أخرى للضغط. انظر إلى هذا السلف وهذا الغرور. والبيان يؤكد أن كل ما جرى لا قيمة له، وأن قطع الحدود البحرية والبرية والخطوط الجوية هذا مخالفة للقانون الدولي ولن يؤثر على الحياة في قطر. يعني الحقيقة شيء أنا كنت مندهش وأنا بقرأ البيان، يعني منتهى الاستمرار في الغي وفقدان الوعي وعدم تقدير الموقف بأي شكل من الأشكال، بدلا من أن تعود إلى صوابها وتطالب بتخفيف العقوبات أو تطالب بالعودة إلى الحضن العربي، إلا أنها تقف موقف غريب شديد الغرور. لا أدري على أي أساس تستند قطر، لا أعلم. يعني أستاذ محمود، في تقديرك أنت، يعني تبعات هذا القرار من جانب الدول العربية مجتمعة وأيضا المملكة العربية السعودية بتتحدث عن تفاهمات مع العديد من الدول الصديقة بتطبيق ذات القرار أو اتخاذ موقف مماثل لهذا القرار، يعني ما تراه خلال المرحلة القادمة سواء من جانب رد الفعل القطري باتجاه تركيا وإيران أو من جانب الدول العربية مجتمعة؟ حقيقة أنا أتصور أن الأمر لن يتوقف عند هذا العزل الدبلوماسي، ولكن سوف تستتبعه خطوات أخرى. انظر إلى الآثار البدائية للقرار: انهيار في سوق الأوراق المالية، فقدان الكثير من المواطنين هناك والمقيمين القدرة حتى على التعامل مع هذا القرار، وما وردنا من هناك أن هناك حالة من الهلع والفزع والجري على المحلات لتخزين الطعام وما إلى ذلك. أتصور أن هناك إجراءات عقبية أخرى تنتظر قطر ما لم تتوقف عن هذا الغي وما لم تتوقف عن هذا السلط والغرور. ولكن يعني ربما تقوم دولة مثل الكويت التي لم يخرج منها أي بيان رسمي حتى الآن بمحاولة للوساطة، ربما تقوم الإدارة الأمريكية أيضا بمحاولة للوساطة، ولكن في ظل استمرار قطر على موقفها أتصور أن هناك المزيد من الإجراءات العقابية لمحاولة إعادة هذا النظام، وليس الدولة ربما، لأن هناك معارضون قطريون وهناك مواطنون قطريون كثيرون يعارضون كل السياسات القطرية، سواء على صعيد دعم الإرهاب والتنظيمات
الإرهابية أو على صعيد إساءة العلاقة مع الدول. قل لي الآن ما هي الدولة التي تعتبر صديقة لقطر؟ أنا يعني أنا أطرح هذا السؤال وربما يجيب عليه غير. قطر قطعت كل السبل للتواصل مع أي دولة على أساس احترام متبادل وعلى أساس مصالح، بسبب أنها تريد أن تلعب دورا لا يتفق أبدا لا مع وضعها الجيوستراتيجي ولا وضعها الجيوسياسي ولا حتى تاريخها. طيب أستاذ محمود، بالتأكيد يعني هناك من يرى كجانب من التحليل السياسي أن الإدارة الأمريكية الجديدة مع اختلاف دورها في منطقة الشرق الأوسط رأت في هذه الدويلة التي تقيم علاقات قوية مع إسرائيل وفي نفس الوقت تحتضن الحركة الإسلامية حماس وتقيم علاقات قوية مع إيران وتركيا، رأت في هذه الدويلة أنها ربما تلعب أدوار متعددة وأن الإدارة الأمريكية الجديدة عازمة وفقا للتصريحات الأمريكية من مسؤولين أمريكيين كبار على إعادة تقييم الدور القطري في المنطقة ومن ثم مباركة هذه القرارات العربية. ما تراه من تحليل في هذه النقطة؟ يعني حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل هي التي قطر لا تلعب دورا إلا يعني هي زي عروسة الماريونيت، يعني لا تتحرك بإشارة من يمسك بخيوطها. بالفعل هي تلعب أدوار وكيلا عن أمريكا في المنطقة، أدوار قذرة تحديدا، ولكن البيان الأمريكي الصادر هو يدعو دول الخليج إلى يعني إعادة النظر في ذلك وإلى محاولة رأب الصدى. أتصور أن الإدارة الأمريكية لن تترك قطر، هذا أمر يعني منتهي، ولكن أيضا لن تعيد استخدام قطر في مثل هذا الدور الذي لا يتناسب أبدا مع طبيعتها الجغرافية أو السياسية أو السكانية أو التاريخية. أشكرك جدا الأستاذ محمود الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. وللمزيد من المتابعة أيضا مشاهدين الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبدالله إسماعيل المحلل السياسي اليمني. أستاذ عبدالله تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا أخي، مرحبا بك. اليمن أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، والتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب أيضا أعلن تعليق مشاركة قطر في هذا التحالف. يعني تحليلك لوجهة النظر أو القرار اليمني؟ يعني بالتأكيد يعني هذا الإجراء الكبير الذي قامت به دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من إعلان قطع علاقتها بقطر وإخراجها أيضا من التحالف واستغناء عن خدماتها في هذا الإطار العربي المهم، وأيضا هذه الخطوة التي ليست عادية. يعني نحن لا نتحدث عن قطع يعني علاقات دبلوماسية، نحن نتحدث عن إجراءات أكبر من قطع العلاقات، تجاوزت ذلك إلى الوصول إلى قطع العلاقات القنصلية، إلى ترحيل الرعاية، وأيضا إلى الحصار الذي سيؤثر بالتأكيد على هذه الدولة وربما سيضغط عليها باتجاه تصحيح مسارها وعلاقاتها مع أشقائها العرب والجوار. الحكومة الشرعية كانت واضحة في أنها تدعم خطوات التحالف العربي وتدعم بإخراج قطر من التحالف، وأيضا تدعم مواقف السعودية والإمارات والبحرين ومصر في موضوع قطع العلاقات مع قطر، وكان هنالك تسبيب يعني وإيراد لبعض الأسباب التي من أهمها أن هذه الدولة تتواصل مع الحوثي كمتمردين وهي دعمتهم في السابق. يعني نحن نتحدث عن تاريخ ليس بالبعيد، نتحدث عن الحروب الستة التي قام بها الحوثيين ضد الدولة اليمنية، كانت قطر تتدخل في لحظات حاسمة من هزيمة الحوثيين وتنقذهم في اللحظات الأخيرة، وهي كانت البوابة لهذه الجماعة للوصول إلى يعني إلى 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 التدويل يعني وإلى تعريف هذه الجماعة أو تعريف العالم بها، وأيضا ساعدت في كثير من الأحيان في دعمها ماديا. ما بعد عاصفة الحزم أيضا كان هنالك يبدو أنه بدأ واضحا ومثبتا أن قطر ساعدت هذه الميليشيا، بل وتعدد ذلك إلى مساعدة يعني تنظيمات أخرى في داخل اليمني كتنظيم القاعدة وتنظيم داعش وربما أيضا الإخوان المسلمين، وبالتالي كان هنالك قرار من الحكومة الشرعية يعني بقطع العلاقات مع قطر، وهو يأتي تماشيا مع رؤية عربية يبدو أنها بدأت تتبلور. نحن اليوم الآن نتحدث عن 6 دول قطعت علاقتها مع قطر، بالإضافة إلى الإمارات والبحرين والسعودية
نتحدث أيضا ومصر نتحدث عن ليبيا واليمن. أشكرك جدا الأستاذ عبد الله إسماعيل المحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا. كما ينضم إلينا مشاهدينا الكرام السيد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيد سفير تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيد سفير، دعنا نفهم أكثر مع حضرتك ماذا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية وفي العرف الدبلوماسي الإجراءات التي تتبع هذا القرار بين الدول. وطبعا ده دليل على أن الأمور وصلت بين الدول العربية الخمسة والحكومة القطرية إلى نقطة لا عودة. رأت مع هذه الدول بما فيها مصر أنه الرد المناسب هو قطع العلاقات الدبلوماسية، أي قطع كل اتصالات مباشرة على المستوى الرسمي أو الدبلوماسي بين الدول الخمسة وبين الحكومة القطرية. الآن على الدول العربية التي قطعت العلاقات والحكومة القطرية الاتفاق فيما بينها على من هو الطرف الثالث الذي سيقوم برعاية مصالح هذه الدول في قطر ومصالح قطر في عواصم هذه الدول. وطبعا مكاتب رعاية المصالح هي لا ترفع علم سواء علم الدول الخمسة أو علم قطر، وإنما ترفع علم الدول الطرف الثالث. طيب سيد سفير، يعني الصوت غير واضح بشكل مباشر، يعني أرجو أن ننتقل إلى مكان آخر إذا كان يمكن هذا الإجراء. حاضر، أشكرك جدا سيد سفير. يعني النقطة الأخرى التي يمكن أن نثرها في هذه المداخلة ما يتعلق أو ما يتبع مثل هذه الإجراءات وما يمكن أن نتصوره سواء من جانب الدول العربية أو من جانب قطر. هو حضرتك هتجرى اتصالات بين الدول العربية وبين الحكومة القطرية ومع دول ثالثة للاتفاق على من سيرعى مصالح الدول العربية في الدوحة ومن سيرعى مصالح الدوحة في الخمس عواصم عربية للدول التي قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. المكاتب رعاية المصالح لا ترفع أعلام هذه الدول، ترفع أعلام الدولة التي تقبل برعاية مصالح طرف لدى طرف آخر. طبعا قطع علاقات يعني كل الاتصالات على المستوى الرسمي والمستوى الدبلوماسي بتتوقف بطريقة مباشرة، والاتصال بين الدول أطراف قطع العلاقات بتتم عبر الطرف الثاني. سيد سفير، بيان الخارجية القطرية عقب هذا القرار العربي، الخارجية القطرية أعربت عن أسفها وتحدثت أن هذه الإجراءات غير مقبولة وأنها تمت وفقا لمعلومات مغلوطة. يعني كيف يمكن أن تقرأ أنت بيان الخارجية القطرية للتو؟ أعتقد هو بيان المقصود به طبعا الدفاع عن موقف الحكومة القطرية أمام الشعب القطري. طبعا احنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه بسبب السياسات القطرية، وسبب أنه في مارس عام 2014 أنه تم توجيه رسالة قوية إلى الحكومة القطرية. طبعا في ذلك الوقت كان في الشيخ حمد هو اللي بيحكم في قطر مش الشيخ تميم، وتم سحب سفراء الإمارات والبحرين والسعودية والكويت من قطر. بعد هذا تجاوبت قطر إلى حد ما، ولكن في ظل وجود الأمير تميم صمت قطر يعني أذنيها عن كل المطالب التي وجهتها السعودية والإمارات ومصر بطريقة غير مباشرة، إن الحكومة القطرية تعيد تقويم وتعيد النظر في سياستها الداعمة لجماعات إرهابية والحاضنة لجماعات إرهابية على أراضيها، وبتوفر لهذه الجماعات الأبواق الإعلامية لزعزعة أمن واستقرار الدول التي قررت قطع العلاقات مع قطر فجر اليوم ومن بينها. وإحنا في مصر على لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأونة الأخيرة ومزدادة العمليات الإرهابية داخل مصر، حضرتك تلاحظ أن السيد الرئيس لمح في عدة مناسبات إلى الدول التي ترعى الإرهاب. صحيح. لم يسميها
لكن كان الكل يعلم من هي هذه الدول تحديدا. هو اتفق بنفس النقطه. يعني كنت محتاج اسال حضرتك ان الفتره الاخيره شهدت المنطقه العربيه تحديدا احداث مفصليه هامه، ومنها بالفعل كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المملكه العربيه السعوديه في القمه العربيه الاسلاميه الامريكيه، التي رسم فيها بالفعل استراتيجيه وخريطه واضحه، وحدد الكثير من الملامح فيما يتعلق بدعم وتمويل الجماعات الارهابيه. الى اي مدى في تقديرك كان لهذه الكلمه ولهذه القمه دور مهم في اتخاذ اجراءات حاسمه فيما يتعلق بهذا القرار العربي؟ انا اعتقد القرار جاء على خلفيه الاجماع الذي شهدته القمه العربيه الاسلاميه الامريكيه لضروره مكافحه الارهاب بكافه اشكاله وصوره، وان على الدول التي شاركت في هذه القمه ان تمتنع عن تقديم اي دعم واي مسانده واي تأييد سواء بطريقه مباشره او غير مباشره وعلى كافه الاصعده لكافه الجماعات الارهابيه بغض النظر عن مسمياتها، وانه يتم وقف التدخل في الشؤون الداخليه للدول المشاركه. كما تعلم حضرتك انه بعد لم تمضي 24 ساعه على انتهاء او 48 ساعه على انتهاء هذه القمه وبلوره هذا الاجماع، ونسبت الى امير قطر تصريحات سواء بالنسبه للعلاقات مع ايران، سواء بالنسبه لدور ايران في منطقه الخليج، سواء بالنسبه للارهاب، تصريحات من 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 شده وطأتها والرد الفعل التي احدثته، اضطرت الحكومه القطريه انها تقول انه هذه التصريحات غير صحيحه، وان هو تم اختراق حساب الوكاله القطريه، وكاله الانباء القطريه الرسميه. طبعا هذا التبرير لم يؤخذ على محمل جد. فقطر مطالبه الان اكثر من اي وقت مضى ان هي تعيد تقييم سياستها، ان قطر النهارده اصبحت ليس قطر فقط على المستوى الرسمي، وانما على المستوى الشعبي اصبحت في عزله سواء داخل الخليج او في المنظومه العربيه. فدعنا نامل ان الرصانه والرشاد والتعقل يسود في الدوحه، وانه تقوم باعاده تقويم شامله لتوجهاتها وسياستها على مدى الست سنوات الماضيه. شكرا جدا السيد السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية سابقا. سيد سفير شكرا جزيلا. كما انضم إلينا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف الأستاذ منير أديب الخبير في شؤون الإرهاب الدولي. أستاذ منير تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك يا فندم، يا مرحبا. يعني لعلك تبعت القرار العربي، وأخيرا انضمت جزر المالديف بتعلن قطع علاقتها الدبلوماسية مع دولة قطر، يعني تحليلك لهذا القرار العربي؟ يعني هو لا شك أنه قرار صائب، لا شك أنه قرار تأخر كثيرا، خاصة وأن قطر يعني عاشت في الأرض فسادا بسياسات ربما كان من شأنها إحداث حالة من الفرقة العربية، ولعل حسن الطالع جمع ما بين هذا القرار العربي بمقاطعة قطر وقطع العلاقات نهائيا مع العلاقات ربما السياسية والدبلوماسية، وأيضا قد تكون العلاقات الاقتصادية في مناسبة العاشر من رمضان، هذه المناسبة التي توحد أيضا فيها العرب ضد عدو الكيان الصهيوني. ولا شك أن العرب في مثل هذا اليوم أيضا توحدوا ضد هذا العدو وكانت لهم الكلمة والغلبة. أريد أن أقول أن ما حدث من قطر ربما خلال السنوات القليلة الماضية كان هدفه الأساسي والرئيسي هو محاولة إسقاط الأنظمة العربية، محاولة نشر الفوضى لصالح الجماعات والتنظيمات المتطرفة. نريد أن نقول أن قطر لم تستمع إلى أي صوت عاقل أو أي صوت عربي، خاصة وأن النصائح ربما انهالت عليها كثيرا من دول الجوار، أن ما تفعليه يا قطر من خلال هذه المنصات الإعلامية التي ربما تحركت من الداخل القطري وتحركت أيضا
من دول الجوار وربما من تركيا والعاصمة البريطانية لندن وغيرها، كان هدفها الأساسي ونشر الفوضى، استضافة قيادات التنظيمات المتطرفة التي تستخدم العنف والتنظيمات الأخرى التي تمثل جسرا حقيقيا ربما بينها وبين تنظيمات العنف. هذا الدعم المتواصل للمعارضة المتمردة والمسلحة في كل المنطقة العربية في النهاية لا يصح إلا الصحيح. في النهاية لابد أن يكون هناك موقف عربي إسلامي موحد ليس من الشعب القطري. الشعب القطري هو حبيب إلينا، وإنما هذا ضد النظام القطري، ضد العائلة القطرية التي تمارس ربما تسلطا وربما تعنتا وربما تريد فرض وجهة نظرها التي تسعى من خلالها إلى تقسيم عربي، كما ذكرت في ذكرى حرب أكتوبر التي توحد فيها العرب ضد الكيان الصهيوني. أستاذ منير، بالتأكيد يعني نحن نحتاج من حضرتك إلى تحليل للدور القطري المشبوه خلال الفترة السابقة تحديدا تجاه مصر في دعم الجماعات الإرهابية وتمويل التنظيمات الإرهابية، الأمر الذي وصل إلى درجة من الخطورة أصبحت لا تحتمل، وعبرت مصر كثيرا عن هذه الرؤية خلال المرحلة السابقة. يعني أبرز ملامح هذا الدور خلال الفترة السابقة. قطر مارست ضغوط شديدة على النظام المصري ربما خلال الثلاث أو الأربع سنوات الماضية من خلال دعم الجماعات المتمردة والمسلحة، سواء من خلال استضافة قيادات هذه التنظيمات المتطرفة أو ربما دعمها بشكل لوجستي ربما في شمال سيناء وغيرها من المحافظات. ووقفت مصر ربما في بداية هذه العلاقة المتوترة مع النظام القطري الذي كان يصر إصرارا غير عادي على إسقاط النظام المصري وعلى إسقاط الدولة المصرية، حتى أنه كان يعني بات للمراقبين أن مصر ربما تغرد منفردة بإظهار الصورة الحقيقية للنظام القطري، حتى أيقنت كل المنطقة العربية الآن وأيقنت كثير من دول العالم أن الدور القطري إنما هو دور أساسه دعم الجماعات والتنظيمات المتطرفة وبخاصة التنظيمات الأكثر تطرفا مثل تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش. العالم الآن أصبح مهدد والهدد ربما بات قريبا من الجميع بما فيهم العاصمة البريطانية لندن والعاصمة الأمريكية واشنطن، والعمليات الإرهابية تضرب شرقا وغربا وتضرب العواصم العربية والأوروبية. وبالتالي أيقنت الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها السياسي الجديد أن قطر الآن أصبحت خطر وأصبحت أيضا عبئا على المجتمع الدولي الذي أصبح الآن يعلن صراحة وربما يوحد الجهود من أجل مواجهة التنظيمات المتطرفة. الآن ثبت أن الموقف المصري كان موقفا صحيحا، موقفا دقيقا من الممارسات القطرية التي كان من شأنها دعم الجماعات والتنظيمات المتطرفة. أعتقد الآن على الجميع أن يعلم ويدرك أن الرؤية المصرية فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب ومواجهة الدول التي تقع في المحيط الإقليمي وتدعم الإرهاب لابد أن يضع الجميع يده في يد النظام المصري وأن يتعاون معه في مواجهة التنظيمات المتطرفة، ليس فقط مواجهة النظام القطري. نحن ما زلنا الآن نعاني معاناة قاسية من دعم يقدم من قبل تركيا أيضا للجماعات والتنظيمات المتطرفة. وأنا أقول دعم ليس مقصد وهدف الدعم أنه قد يكون دعما ماليا مباشرا أو يكون دعم من خلال استضافة هذه التنظيمات، وإن كنت أرى أن تركيا قامت بهذا الدور، وإنما هناك أدوار أخرى كثيرة من هذه الأدوار ربما يكون منها استضافة الجماعات التي تحرض على استخدام العنف والتي أيضا تمثل غطاء ربما لجماعات العنف الحقيقية
فضلا عن استضافة أيضا ربما هذه التنظيمات المتطرفة وفتح هذا الممر الضيق ما بين تركيا والرقة فيما يسمى بتل أبيض ومرور هذه التنظيمات المتطرفة في وقت من الأوقات. وكانت تدرك تركيا أن هذا خطر ربما يهدد أمنها القومي وأيضا يهدد الدولة الكبيرة مصر وأيضا يهدد أمن العالم، حتى أنه حدث ما أنذرت منه مصر وما حذرت منه مصر حتى بات على تركيا الآن أن تتخلى عن هذه السياسات المتعنتة. وأعتقد أن هذا التوحد العربي والتوحد الدولي الذي ربما أراه في الأفق خلال الساعات القادمة سوف يكون له موقف ليس فقط مع النظام القطري، وأنا أعتقد وربما أقول هذا يعني في الفضاء الواسع على الهواء مباشرة، أنا أعتقد أن النظام القطري ربما يسقط خلال أقل من 48 ساعة إذا أراد العقلاء داخل قطر أن يتعاملوا مع هذا الوضع السيء وأن يتم الحفاظ على هذه الدولة وأن تعود إلى الحظيرة الحظيرة الخليجية والحظيرة العربية وحظيرة البيت العربي. فعلى هؤلاء العقلاء أن يتعاملوا مع هذا الوقت وأن يسقطوا تميم من قيادة قطر. أستاذ منير، في تقديرك أنت مستقبل تنظيم الإخوان الإرهابي وتحديدا القيادات الإخوانية الهاربة والتي تستضيفها قطر؟ أعتقد أن الفترة القادمة ربما تحمل مفاجآت كثيرة. بدأ العالم يدرك الآن أن هناك خطورة شديدة ليس فقط من قبل جماعات وتنظيمات متطرفة وتنظيمات أخرى ربما توفر غطاء للتنظيمات المتطرفة وأيضا تمارس عنفا سياسيا وعنفا أيضا جنائيا، وهذا ثبت بالأدلة. وإنما أعتقد أن المجتمع العربي والمجتمع الدولي سوف يتعامل مع هذه الدول، وأعتقد أن قطع العلاقات ليس بعده من قرار سياسي ودبلوماسي إلا إعلان الحرب. وأعتقد أن الإرادة العربية الآن تصب في اتجاه أنه لا تهاون مع من يدعم الإرهاب، لا تهاون مع من يستضيف من يمارسون الإرهاب بأي صورة كانت. وبالتالي أعيد وأكرر على العقلاء في قطر أن يتعاملوا مع هذا الوضع، أن يتعاملوا مع المستجدات من أجل أن نحفظ البقاء العربي، النقاء العربي، الوحدة العربية، من أجل أن نرتقي بشعوبنا وأيضا نرتقي بدولنا إلى الأمام. أنا أعتقد أن المجتمع الدولي في طريقه إلى أن يأخذ قرارات ربما تكون أصعب من القرارات التي أخذها المجتمع العربي أو دول المنطقة في قطع العلاقات مع قطر. أشكرك جدا الأستاذ منير أديب الخبير في شؤون الإرهاب الدولي، شكرا جزيلا. كما ينضم إلينا مشاهدين الكرام السيد السفير أحمد إمبابي وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب. سيد سفير تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، صباح الخير يا فندم. سيد سفير، يعني في تقديرك أنت يعني القرار العربي يعني أن الإرادة العربية الآن أصبحت متفقة على رفض من يرعى الإرهاب، رفض من يدعم التنظيمات الإرهابية المختلفة، يعني كيف ترى القرار العربي وما هو المطلوب من قطر خلال المرحلة القادمة؟ القرار سليم 100%، ولقد نادى السيد رئيس الجمهورية الرئيس السيسي في أكثر من مؤتمر دولي وآخرهم مؤتمر القمة العربية الأمريكية الإسلامية بمعاقبة الدول المانحة للإرهاب التي تساوي الإرهاب والتي تمول الإرهاب والتي تمد الإرهابيين بالسلاح. لقد نادى الرئيس السيسي بهذا واضحا، وفي مؤتمر الأردن أيضا نادى بهذا، ويجب تغيير هذا القرار فورا. وعلى مجلس الخليجي العربي معاقبة قطر طردها من هذا المجلس، وعلى مصر يجب قطع العلاقات فورا وطرد السفير القطري من جمهورية مصر العربية. الحقيقة فأنتم يمكن يعني هذا القرار العربي هناك من يرى أنه يمكن أن يستتبع بقرارات عربية أخرى إذا لم يكون هناك تغير في الموقف القطري خلال المرحلة القادمة. ما هو المطلوب من المؤسسات البرلمانية العربية في تعميق التفاهم العربي وتأكيد الرؤية العربية في هذا الإطار؟
يجب على كل برلمانات الدول العربية حصار البرلمان القطري وإحساسه بأن دولة قطر تلعب دورا خطير في تفتيت الشعوب العربية وأزل الشعوب العربية. ودولة قطر هي أول دولة قام الطيران الخاص بها بضرب ليبيا بمساعدة أمريكا وبعض الدول الأوروبية. قطر تلعب دورا خطيرا في سوريا وهي التي تمد الصراع. قطر تلعب دورا خطيرا في اليمن لاستنزاف السعودية ماديا وتعاونها الوثيق مع إيران ومع أوباما ومع بعض الدول الأوروبية. فيجب انحسار قطر في موقعها الصغير الذي لا يتناسب مع حجم أي محافظة في جمهورية مصر العربية. هناك من يرى أن إيران خلال المرحلة القادمة سوف تصعد من اللهجة في سواء العلاقات مع إيران أو العلاقات مع تركيا خلال المرحلة القادمة. ما يمكن أن تراه من تحليل تجاه الموقف القطري خلال المرحلة القادمة؟ لقد ساعدت بالفعل قطر بعدما حدث مؤتمر القمة العربية الإسلامية مع أمريكا، وهذا لم يعجب أمير قطر أن السعودية تكون في دور الريادة. حدث خطابه المزعج وقناة الجزيرة المفزعة لبعض الدول بأكاذيبها، وأعلن رسميا تقاربه من إيران وترحيبه بإيران وأهلا وسهلا بإيران لتميم قطر. لقد رحب بالفعل بهذا، والتقارب موجود بينه وبين تركيا منذ زمن بعيد، فهو مرحب بهذا يا فندم منذ فترة كبيرة. ولكن يجب على الرئيس ترامب حصر هذا التقارب، ويجب عليه سحب القاعدة الأمريكية من قطر، لأن هي هذه القاعدة هي التي تقويه وتحميه. مستقبل القيادات الإخوانية الهاربة في دولة قطر بعد هذا القرار العربي؟ قطر هي التي تأوي الإرهابيين، قطر هي التي تأوي الإخوان المسلمين، قطر هي التي تأوي التنظيمات بكل وجوهها. يجب عليه، وقد اشترطت الإمارات والسعودية عندما لجأ إلى الكويت للمصالحة أن يخرج كل الإرهابيين ويطرد كل الإرهابيين من دولة قطر حتى تستأنس بينهم العلاقات. هذا شرط الإمارات والسعودية. أشكرك أستاذ أحمد إمبابي وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، شكرا جزيلا. شكرا جدا. تابعنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام على مدار هذه الفترة الإخبارية تداعيات القرار العربية، القرارات التي صدرت من كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين واليمن وليبيا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر. وكانت هناك الكثير من البيانات التي صدرت عن الخارجية في كل من هذه الدول التي أكدت أن هذا القرار جاء بناء على التصرفات القطرية التي لا تتماشى مع الصف العربي خلال المرحلة السابقة. كذلك أعلنت جزر المالديف قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر. تعقيبا على هذا القرار العربي، الخارجية القطرية أعربت عن أسفها لهذا القرار العربي وأن هذا القرار العربي جاء بناء على معلومات غير دقيقة كما وصفها أو وصفتها الخارجية القطرية. اتساقا بهذا القرار كانت هناك الكثير من التبعات الاقتصادية فيما يتعلق بانهيار البورصة القطرية وأيضا أنباء عن ارتفاع أسعار البترول خلال هذه المرحلة القادمة بناء على هذه القرارات. على المستوى الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها دعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحفاظ على وحدته معربا عن استعدادها للقيام بدور الوساطة للحفاظ على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي. كانت هذه أبرز النقاط الأساسية التي جاءت في هذه الفترة الإخبارية. خدماتنا الإخبارية تتواصل مع حضراتكم على رأس الساعة في أمان الله.